ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسفل والأحمر المنعوث بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة أمة العالم العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس فحمدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنن فإن السنن تهدي إلى البيت وعاد ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق يحيي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه هو أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الغافلين الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واتمنوا في السلام وتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين فادعوه فان ربكم مجيب الداعين واستغفروا يمددكم باموالكم وبنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم بأمر الله عمر وأصدقهم حياء وأصحاب وأفضلهم علي وفاتحة سيد النساء أهل الجنة وحمدك وسط الله وسط رسوله. اللهم انصر للعباس وولده مغفرة قائلة وباطنة لا تغادر جفا. الله في أصحابه لا تشهدون من بعد الورطة فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبغضه أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى اعلى ما جل واتم واكمل والله يعلم ما تصنعون. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।